كوبايتين من الدقيق، كوبايه دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسه، دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه، سمسم، نص كوبايه سمنه، جبنه بيضه، رشه سكر، رشه ملح، ومعلقه كبيره من الخميره. كوبايتين من الدقيق، كوبايه دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسه، دي نعمل بسبوسه، معلقه خميره كبيره مليانه، رشه سكر بس كتير شويه، ورشه ملح، وقلب دول مع بعض. نص كوبايه من السمنه، وهعجن بميه. انا بحب طعم السمسم في الحاجه، ممكن احطها معلقتين كبار كده من السمسم او ثلاثه. بص الحجم ده هو بالظبط ده، فشط دي خمرانه ازاي ان الحجمه دي تبقى قد الكره دي كده بالشكل ده. نفرد بقى العجينه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي بقى هنا نقطعها كده، احط الجبنه البيضه. هنيجي بقى نتنيها زي القطايف كده، وممكن نسويها زي ما هي، يعني ممكن نلمعها بس كده من الدقيق اللي عليها حتى لو بحبه ميه، ونقوم مدخلها الفرن ونشيلها شويه سمسم وخلاص كده.